أما اليوم سمعت لكم سمعة يا جماعة، إذا طلعت صح يا لطيف شو رح ننبسط. خير يا بيه؟ صرنا العزيز علام رح يطلع بريء من قتل أبوه. ليش؟ مسكوه؟ لا ما مسكوه، بس يوم الحادثة كان في ثلاث عمال عم يركبوا صحن ساتلايت على البلكونة اللي فوق بيت واصل، سمعوا عياطهم شافوه وعم يزت حاله بينتحر. هو راح حاله؟ والله هيك عم يقولوا، وعم يقولوا كمان انه بده يفتحوا التحية من جديد وبجوز الولد يطلع منها. يا بي انت بالتيدي انه يوم الحادث كنت هناك؟ ايه بابا ايه. لك شو هالحكي اللي عم تسمعه؟ ما بعرف عم اسمع مثلي مثلك. والله واحد من الحارة حكى لي بيعرف واحد من بيناتهم، والقصة إذا هيك رح تكبر وأنا خايف على ريم توقع بالنص. وليش بقى لنحط بالنص؟ لأنه اللي أنتوا قلتوه غير اللي عم يقولوه للشروط الجداد. أنا قلت اللي شفته. وهنن بدهم يقولوا اللي شافوه، معناتها في حدا عم يكذب. هلا أنت عم تحكي جد؟ أبي ما بيمزح بقصة. بعدين شو بكون توترتوا؟ مو لازم تفرحوا إنه صهرنا رح يطلع بريء؟ مو صهرنا هاد؟ إيه بس هذا قاتل. لا أبي، لأنه بس ينفتح التحقيق من جديد بجوز ما يطلع هو القاتل، لأنه رفيقي حكى لي القصة بالتفصيل وأنا اقتنعت بحكيه. ها يعني أنا كذابة؟